اصحى يا نايم، اصحى واسمع معايا الحيوانات اللي ذكرت في القرآن الكريم. ورد في القرآن الكريم الكثير من الكائنات الحية، وتذكرت حيوانات كتير، وفي كمان صور قرآنية اتسمت بأسماء حيوانات. من الحيوانات اللي تم ذكرها وهي الأكثر شهرة طبعا البقرة، ودي بتعتبر أطول صورة في القرآن الكريم. ومش بس اتذكرت البقرة، ده كمان اتسمت الصورة باسمها، وذكر اسم الحيوان في صورة البقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكمان العجل، وده ذكر في صورة النساء. فجاءتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات. وكمان ذكر الضأن، ذكر في سورة الأنعام، من الضأن اثنين. وكمان الجمل، وده ذكر في سورة الأعراف، حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكمان ذكرت الناقة في سورة الإسراء، وآتينا ثامود الناقة وأيضا الخيل، اللي ذكرت في سورة الأنفال، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وكمان الحمار اللي ذكر في سورة الجمعة، فمثل الحمار يحمل أصفارا. وكمان الحمار الوحشي، ذكر الحمار الوحشي في سورة المدثر، كأنهم حمر مستنفرة. وكمان القرد، وده اللي ذكر في سورة الأعراف، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وكمان الفيل، ذكر في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وأيضا البغل، ذكر البغل في سورة النحل، والخيل والبغال والحمير. وكمان الحوت، وذكر في سورة القلم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وكمان الخنزير، ذكر في سورة البقرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وكمان الأسد، ذكر في سورة المدثر. وأيضا الذئب، وده من أشهر الحيوانات في القرآن، لأن تم ذكره في سورة يوسف، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وأيضا ذكر الكلب، ذكر الكلب في سورة الأعراف، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. خليك صاحي معانا، اوعى تنام عشان تسمع حكايات اكتر طول شهر رمضان. اصحى يا نايم.